بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. هذه النشرة الترجية وإليكم أبرز العناوين. كشوفات جديدة لغيلان الشعلالي، بوكي يفاجئ الجميع، وهذا موعد عودة الفريق من المغرب، قرار مفاجئ من المدرب البرتغالي كاردوزو، وأخبار متفرقة للترجي. أكثر تفاصيل باش تلقاو معنا في الفيديو. تابعونا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة، خاصة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. أثبتت الكشوفات التي أجراها اللاعب غيلان الشعلالي أن الإصابة اللي كانت تعرض لها مؤخرا لا تكتسي أي خطورة، حيث سيكون جاهزا للمباريات القادمة. ووفق بعض الكواليس فأن مدرب الفريق كاردوزو ينوي التعويل على الشعلالي وفق خطته الجديدة. من جهة أخرى، أظهر المنتدب الجديد أندريا بوكيا جاهزية واستعداد كبير، ولن يحتاج إلى برنامج تأهيلي مطول حتى يكون في التشكيلة، وسيكون من أهم أوراق ميغيل كاردوزو في المباريات الرسمية. ونؤكد أيضا أن حسام الدين غشة سيعود تدريجيا للمجموعة، ويجري الآن برنامج تأهيلي مع المعد البدني للفريق. وبالعودة للحديث عن تربص المغرب، ينهي الفريق غدا الأربعاء التربص التحضيري قبل العودة إلى تونس، واتخذ المدرب البرتغالي قرارا فاجأ الجميع بالدخول في تربص جديد في تونس بعد تربص المغرب. ويؤكد أن المدرب البرتغالي يعمل بكل جدية من أجل تجهيز الفريق لقادم الاستحقاقات. وفي أخبار متفرقة، اهتمام كبير من الإطار الفني بالثنائي ينساس وحسام تقاء في وسط الميدان. جلسة عمل عن بعد جمعت المدير العام طارق ثابت بالإطار الفني أمس الاثنين، تم فيها مناقشة آخر ترتيبات تربص المغرب وآخر التحضيرات استعدادا لعودة البطولة. كاردوزو معجب من مدافع هاني عمامه وينوي التعويل عليه، إضافة للمهاجم كيباسوي الذي ينتظر منه الكثير. وبالحديث أيضا عن ملف تجديد العقود، أخبار تؤكد إلى أن المدافعان الدوليان ياسين مرياحة ومحمد أمين توغاي سيواصلان التجربة مع الترجي، وتجديد العقود وارد جدا في قادم الأيام. إذن هذه أبرز الأخبار الخاصة بالترجي الرياضي التونسي اللي ديما تلقاه في قناتكم بكام سبور. تربص جديد للفريق بعد التربص الأول في تونس، من ثم تنقل الفريق إلى المغرب، وبالعودة إلى تونس يتخذ المدرب البرتغالي قرار فاجأ الجميع بالدخول في تربص ثالث وهو الأخير قبل انطلاقة البطولة. واضح أن المدرب مركز بالباقي في التحضيرات هذه، ومدرب يعني عنده برنامج عمل كامل. إن شاء الله من هنا لعودة البطولة يكون الفريق أتم التحضيرات، يكون حاضر ومستعد للمباريات الرسمية في البطولة الوطنية وكذلك في رابطة الأبطال الإفريقية. حظ موفق للترجي، حظ موفق للمدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو. إن شاء الله نشوف وجه مغاير للترجي الرياضي التونسي، ونشوف جاهزية لكل اللاعبين. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.